تعاني مديرية المقاطرة من مشكلة مياه الصرف الصحي المكشوفة، وذلك بسبب غياب شبكات الصرف الصحي وضعف الوعي الصحي للمجتمع. تدخلت منظمة صناع النهضة وبدعم من UNOCHA وكجزء من الاستجابة المتكاملة للمياه والإصحاح البيئي في محافظة لحج التي تعاني من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي، لرفع الوعي الصحي المجتمعي عن طريق عمل حملات توعية للتثقيف الصحي. ومن أهم أهداف هذه الحملات محاولة منع أو التقليل من حدوث الأمراض، وذلك من خلال التأثير على المعتقدات، الاتجاهات والسلوك فردياً ومجتمعياً. وتركز هذه الحملات على أهمية غسل اليدين وخطورة التبرز في العراء وأهمية حفظ المياه وتنقيتها ورسائل عن مرض الكوليرا ومنهجية الإصحاح البيئي المتكامل بقيادة المجتمع CLTS. التقت منظمة صناع النهضة بسعادة أحمد عبده، وهي أحد ساكني قرية الصوالحة في مديرية المقاطرة، والتي تعيش مع 6 أولاد وزوجها المعاق، حيث قالت: لم نكن ندرك الخطورة الكامنة وراء مياه الصرف الصحي المكشوفة، ولكن بفضل حملات التوعية التي وصلت لغاية باب منزلي أدركت وأفراد عائلتي خطورة الأمر، وقررنا رغم ضعف دخلنا وصعوبة الحفر في المنطقة الجبلية الوعرة أن نتكاتف سوياً لتغطية حفر الصرف الصحي، وذلك أننا أصبحنا نعي الآن أن هذا الفعل سينعكس إيجاباً على صحتنا جميعاً وسيقينا من الأمراض. قامت منظمة صناع النهضة بعمل 597 حملة توعية استفاد منها 1898 فرداً، وقامت كذلك بعمل 3383 زيارة منزلية استفاد منها 6159 فرداً.